أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا بارك المحلة يا حاج
فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها Thank you.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك وما
العمر إلا في كتاب. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس
صدق الله العظيم.